اليوم الاثنين 31 ديسمبر 2012، مرحبا بكم في اخر نهار في العام. العام هذا نجم نقول لكم اللي تعدى عام تري ريش لنا نحن ليكيب فوت بلوس اون فوتر كومباني. اللي انتم نجمتوا تشوفوا دي برودكسيون عملناهم عام كامل، بلوس كو 500 ارتيكل و بلوس 200 فيديو برودكسيون بروبر بتاعنا نحن. اليوم بارلون دو سي فيديو لا، فما برشا دي مومون تقصوا في المونتاج ودي مومون يضحكوا شويه، وحبينا نعطيهم لكم اون غيز دو كادو دو فان داني. نبداو باول كادو التقليد اللي عملوا عليه الزيتوني العصام جمعه. راسي بلور في هكاك عصام قام به برشا روح. عصام ما تفهموش ساعتي بيحكي معنا نعملوا له عصام يحكي بالعربي بالليل. سمعت احكي الفرنسيه دي. قلت كيف يحكي معنا. قلت لنا عصام. يحكي معنا. يعني عصام ما كنتش تحكي خويا برسم. عصام ما كيك راه قال لي هو باش نمشي هكا هو باش نعمل هكا هو باش نمشي هكا باش نعمل هكا هو باش نعمل هكا ويجي منه ويجي منه ويجي منه يلمهم الكل فهمتني. وبعد تلف عصام نقعدوا مع لي زيتوني اللي يحكي لنا على الميدان اللي هو زميل مش في الميدان معناها. في انترفيو مع عمر جبالي وولده زياد جبالي الحارس الدولي للمرسى، اسمعوا شنو النصيحه اللي عطاها عمر لزياد باش يقعد في النيفو هذايا. في اول لقاء صحفي ليه في تونس بعد ما صح مع الاسبيرونس، حسين الراقد بالحق ما يحبش يحكي على الفلوس. Pourquoi tu parles d'argent? Il parle toujours d'argent. T'as un problème avec l'argent. Il est toujours en problème. J'espère que tu vas pas la couper. Ça. J'espère que tu vas pas la couper. Ça. في كونفرنس دو بريس عملتها حملام في بعد ماتش قفصه الشهير بتاع عمناول، شوفوا خالد حسني قداش فرحان بالبلاد وقداش عنده ثقه في مستقبلها. اقتصادي، عنف اخلاقي، عنف سياسي، في مجلس تاسيسي فما عنف. شو تحبوا انتوما في الملاعب ما تصيرش فيها عنف. والدنيا انفلات. هاك تشوفوا في راس جديد. تشوف عشان الديوانه. ساكن يضرب في الديوانه. سيتي سنا كثر الحديث برشا على رجوع وسام يحيى للنادي الافريقي، وفما كلام تقال وكلام وسام يعطينا راي. كم نعطيه جي تاي قلت لك يا جي باش نوضح برشا حاجه ديجا برشا كلام تقال وما تقالش. فما عبيد في تونس تلموت غرمت بالصحافه وبالدنيا اللي تعمل كل شيء باش تظهر في التلفزيون. عاديني في التلفزيون. انا باسم الخاص وباسم الفريق الكامل فوت بلوس نتمنى لكم عام 2013 حافل بالانجازات وبالنجاحات، ونقول لكم بناني ويقولوها لكم زاده لاعبي المنتخب الوطني. مرحبا بكم على فوت بلوس، ان شاء الله عامكم مبروك وعلى كل الشعب التونسي والشعب الرياضي الكل. خد تربي ان شاء الله نوعدكم في العام الجديد ان شاء الله بصراحه وكم بكم دخل. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بوناني، ان شاء الله نرجع بالكوب دافريك. رامي البدوي فوت بلوس. بوناني 2013 ان شاء الله نروحوا بالكوب دافريك ونفرحوا الشباب الكل. فوت بلوس. بوناني 2013 ان شاء الله كوب دافريك نروحوا بها ان شاء الله. بوناني 2013 Bonne année 2013, Foot Plus ou Inch'Allah Rahou pour Coupe d'Afrique. Bonne année 2013, Inch'Allah Rahou pour Coupe d'Afrique. Bonne année 2013, Inch'Allah Amit Hadda. Le succès de l'Inch'Allah Tunisie Kol, Inch'Allah Kadmou Yani Fi Bledna, Kadmou Yani Fi Kol Majalet, Inch'Allah Amou Kalina ou Foot Plus. Inch'Allah Kol Am, Inch'Allah Tunisie Haibkhir ou Foot Plus. ان شاء الله نمشيو كوب دافريك نعملو اون بون بريستاسيون ونشرفو بلادنا وان شاء الله نروحو كوب دافريك. بون اني ان شاء الله نبروكم ونعملو ريزولتا باهية. بون اني 2013 ان شاء الله مربوحة في كوب دافريك وحظ سعيد للشعب التونسي ان شاء الله مربوحة في كوب دافريك. ان شاء الله 2013 فوت بلوس والشعب التونسي الكل ان شاء الله
نقرب لهذه الكوب دافريك ان شاء الله. على فوت بلوس 2013 ان شاء الله نلعبوا مع صحابي في فرنسا. بون اني الشعب التونسي والفوت بلوس وان شاء الله نقدموا حاجه باهيه في كوب دافريك. كالعادة انا نعطيكم رانديفو للعام الجاي ونقول لكم فوت بلوس تحييكم، نظفوا مخاخكم وسرحوا ساقيكم.